يا صباح الفل، معانا النهاردة نبتة الكرينيوم. ناس كتير ما تعرفهاش، هي نبتة بصلية أو ورقها كده عاملة زي الأخطبوط. نبتة جميلة جدا على فكرة، مش مشهورة أوي في مصر، هي غالية شوية لأنها بتيجي دايما مستوردة. اتفاجئت من قيمة كام يوم إن هي الحمد لله مطلعة وردة بس لسه ما فتحتش، يعني ده بفضل الله ثم الأسمدة بتاعتنا الحمد لله. يعني كون النبتة زي كده تطلع ورد دي حاجة جميلة جدا. أنا مستني فارغ الصبر إن شاء الله إن هي تفتح، بحاول أرطبها وخايف عليها بصراحة. الأيام دلوقتي حر قوي، بس أهو ربنا يكرم إن شاء الله وتكمل، وإن شاء الله أصور له تاني وهي مفتحة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.